السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين شهيوات أم العربي. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكيكة اللي رايجة هاد الأيام، وهي عفوا الكيكة البركانية. كيف قولك هي الكيكة البركانية، وكنت أسف على الصوت، راه شوية البرد طرشنا البرد، عرفتوا هاد المنزلة الله يدوزها بخير. غادي نوجدوا الكيكه البركانيه. هاد الكيكه البركانيه كتجي مذاق رهيب جدا. اول حاجه غنبداو بها هي واحد الكريمه. الكريمه غنحتاجو فيها 1 لتر ديال الحليب السائل، غادي نحتاجو فيها كاس الا ربع ديال السنيده. هنا غندير الروح ديال الحامض، ممكن ديروا قشره ديال الحامضه محكوكه او فاني او قهوه سريعه الذوبان، الليمون، يعني نتوما اللي بغيتو، نتوما واشنو بغيتو تنسمو هاد الكريمه. غادي نحتاجو تقريبا 60 غرام ديال الدقيق، فيه 3 المعالق كبار، و 60 غرام ديال النشا اي مايزينا حتى هي 3 المعالق كبار. وغادي ندير الروح ديال الحامض. الطريقه ناخد الكاسرونه، كيف كتشوفوا الكاسرونه ديالنا هي هادي، غادي ندير فيها الحليب، راه فيها الحليب، غندير فيها السكر، من بعد غادي نضيف النشا، قلت 60 غرام واللي هي 3 المعالق كبار، 60 غرام ديال الدقيق الابيض وحتى هي 3 المعالق كبار، وغادي نضيف الروح ديال الحامض. ممكن كيف قلت ديروا قشره ديال الحامضه محكوكه ولا الفاني، انا غندير هنا الروح ديال الحامض. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، وغادي نديرها فوق النار وانا تنحرك على عافيه مهيله حتى نحصلوا على كريمه. كنبقاو غير نخلطوا فيها بحال هكا تتعقد لينا وتولي كريم، وغادي نطلقها. الكريمه ديالنا هي هذه، بعد ما عقدت انتو كي كتشوفوا كيولي هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تبرد وندوزو نوجدو الكاك ديالنا. دابا غادي ندوزو نوجدو الكاك بعد ما درنا الكريمه ديالنا تبرد. الكاك فيه 3 ديال البيضات، كاس الا ربع سكر زيت المائده، كاس عنبه حليب بدرجه حراره المطبخ، واحد كيس خميره كيميائيه. غادي نحتاجو الروح ديال الحامض ولا ديرو قشره ديال الحامض. المهم حنا نسمنا انا نسمت الكريمه بالحامض، غادي ندير ليها روح الحامض ثم باش ما نسمتو لا كريم باش تنسمو الكيكه ديالكم. غنحتاجو كاس الا ربع ديال السكر سنيده، سكر حبيبات، غنحتاجو 2 كيسان عنبه ممسوحين بالدقيق الابيض، وغادي نحتاجو 3 المعالق كبار ديال الكاكاو البور. غادي ناخد الخلاط ديالنا وغادي ندير فيه البيض، السكر سنيده، الزيت، وغندير الحليب، وغندير الروح ديال الحامض. هادشي اللي بقى لي غادي نديرو تقريبا هنا هانتو 4 معلقة، هو راه مجهد. غادي نطحن هادشي مزيان في الخلاط الكهربائي وغنطلقاو. الخليط ديالنا ديال الكاك ملي خلطناه هذا هو الشكل النهائي ديالو. دابا غادي نضيف هذاك الدقيق الابيض، قلت 2 كيسان عنبه، شوفوا هاكم راني مغربلاه ودايره معاه قبصه ديال الملح. غادي هذه اللي ما مغربلاهاش الخماره، غير باش ما يبقاوش لينا هاد الكويرات. غادي 3 المعالق كبار ديال الكاكاو، حتى هما غادي نغربلهم. واحد، 2، 3، وغادي نخلطهم. غادي نخلط هاد المكونات و
وغادي نديرها في المول. المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالطحين في العبار ديال المول هو 24 سنتيمتر. من الاحسن المول يكون اللي فيه القاعده او اللي فيه القراصه اللي كتحل من الجنب. على هكا نخلطوه مزيان. ملي كملت التخلاط بحال هكا جمعته كامل من الجناب. هذا هو المول قلت لكم فيه 24 سنتيمتر. هذا الكيك قد ما كان المول صغير قد ما تجينا عاليه وتجينا بالشكل ديال البركان. دابا غادي نفرغ الكيكه ديالنا هنا كيف كتشوفوا. بحال هكا وغادي نجيب لاكريم ديالنا. هنا غنجيبو لاكريم ديالنا اللي هي هادي هانتو كيف كتشوفو وغادي نفرغوها فوق الكيك. غادي نفرغوها هنا في الوسط. كلها. وغادي ندخل الكيك ديالنا يطيب في الفران على 180 درجة. غادي نخليوها طيب. مني غتنفخ مني غطيب الكيكة وغادي تنفخ بحال غطيب اي كيك عادي. وهي سبحان الله مني تطيب هذاك علاش سميناها البركان. هذيك لاكريم هي كتنزل لتحت وكتبقى بحال هكا من الفوق. ومني كتنفخ عليها الكيك كيجي واحد المنظر رائع. دابا غادي ندخلها الفران. الفران قلت لكم على 180 درجة شاعل غير من التحت. ندخلوا الكيكة ديالنا طيب عادي ومني تطيب وتحمر لينا ويطلعوا للجناب غادي نطفيو عليها التحت ونخليوها تحمر من الفوق ونقدموها بالصحة والراحة. وهذه هي كيكة البركان يعني عجيبة. كيجي الدور ديال الكيك وديك الفوهة ديال البركان هي هذه. مني غادي نقطعوها غادي هذاك لاكريم غادي تقطع معها من الداخل. غادي نخليها حتى تبرد وغادي نديروها في طبق التقديم وتزين. ممكن تخليوها بحال هكا ممكن تزينوها باللي بغيتو. انا غادي ندير ندهنها بشويه ديال ناباج وغندزر على شويه ديال لوز افيلي وغادي نقدموها بالصحه والراحه. الكيكة ديالنا هي هادي مني باقا دافية يعني انا راه ما بردتش تماما. وهذا هو شكلها النهائي. دهنتها بناباج زينتها بشويه ديال لوز ايفيلي محمر. دابا غادي نقطع لكم واحد الطريف من الداخل تشوفوها رغم انها باقي لاكريم ديالها باقا ما بردتش مزيان. هانتو كيف كتشوفوا باقي البخار كيخرج من الموز. نتوما ما ديروش بحالي خليوها حتى تبرد تماما. انا غير خفت على وليداتي يجيو ليها وما يخليوهاش. نقطعها لكم باش تشوفوها قبل. الكيك ديالنا هو هذا. هو ملي قطعته كيف شوفوا كيف كتجي عوض البركان بالشوكولات. درناه بالكريمه هانتو كيف كتشوفوا يعني ملي كتقطع تيهبط هذاك لاكريم باتيسيير وكان كيتكال. كتجي كيكا ديسير رائع بزاف. وكيف كنقول عن جد رهيبه جدا لان لعشاق الكريمه والشوكولا تجي رائعه بزاف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. والى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وشاركوا بقناتي قناه جهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته والى وصفه قادمه بحول الله.